الفيديو النهارده يتقسم 3 اجزاء. اول جزء تاكيل الزغاليل بطريقه قديمه كنا بنعملها زمان مع البط والوز قبل ما نعرف الميكس ولا الزغطات، بس هي طريقه جديده اول مره نعملها على القناه. الموضوع الثاني في الفيديو الزغلول السرده. الحاجه الثالثه، الموضوع الثالث اللي هنتكلم فيه البيض البلاستيك. هتلاقيني مقسم لك الفيديو تحت 3 اجزاء في الوصف بتاع الفيديو. لو انت عايز توصل لاي جزء بسرعه هتضغط على الرقم اللي في الوصف بتاع الجزء ده، مكتوب عنوان الجزء كان الفيديو 3 فيديوهات، هتلاقي الفيديو متقسم عندك تحت الفيديو. طيب اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وتعالى نبدا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم، معكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام، للناس اللي هي عايزه تسمن بحبوب طبيعيه. في ناس كتير مش عايزه تعمل بعلف الفراخ او بالميكس، اي نوع ميكس يعني، مش دعايه لحد. ده الميكس طبعا ما كانش موجود زمان الحاجات دي، فاحنا واحنا صغيرين، انا كبير شويه في السن يعني، كنا بنزغط بايه؟ كنا بنزغط بالفول، الفول المصري. الفول طبعا كان متوفر جدا وكان رخيص، هو دلوقتي فول الحمام بنجيبه ب 10 جنيه، زي ما انت شايف الفول الرفيعه ديت، ممكن تكون مسوسه او اي حاجه زي كده، ما تخافش ما فيش مشكله. في ناس بتحب تبل الفول مثلا من على بيات. ليه بقى بتبل الفول من على بيات؟ يعني بيبله بالليل في ميه ويصبح الصبح يزغط بيه، الفوله حجمها تكبر وتشرب الميه اللي هي محتاجاها، ما عادتش تشرب ميه كتير من حصله الزغلول. اما انا فبحب اعطي للزغاليل الفول كده على طول لما اكون يعني عايز اسمن، وده بيجيب نتيجه كبيره جدا مع الزغاليل، لكن عيبه ان هو بياخد وقت. لما عملت بالسرنجه دي وبالميكس او بالعلف قلت لك اسهل وارخص زغاط، تمام. هو العلف يعتبر ارخص حاجه واسهل حاجه بالسرنجه دي، بتملى السرنجه كده بالشكل ده، بتملى وتفضي، بتملى وتفضي، مفيش اسهل من كده. لكن بالفول بنمسك الزغلول بالشكل ده، انا طبعا حاطط في الاناء ده عشان اللي يقع يقع فيه، هي الفوله حجمها صغير لان انا ما برضاش ابلها علشان حجمها ما يزيدش، واعطي له شويه. هتقول لي اعطي له كام حبايه؟ ما اقدرش اقول لك كام حبايه لان الفول ده ناعم جدا، لكن اللي اقدر اقوله لك اني بعطي حوالي ربع الحوصله، بملى ربع الحصله بتاعت الزغلول واكمل باقي الكميه بالميه. طيب ليه بقى بعمل كده؟ ما بملاش الحصله، ما بتملاش الحصله ليه؟ هقول لك، زي ما قلت لك في بدايه الفيديو في ناس بتبل الفوله، اللي بيبل الفوله ممكن يعطي نص الحصله، 3/4 الحوصله، لكن لو ما بلتش الفوله يبقى خطر جدا على الزغلول. لو ما بلتش الفول هيبقى خطر لو مليت الحصله، مش خطر انك تاكله. فانا بكمل الحصله كلها بملاها بعد كده بالميه، ربع الحصله فول وبعد كده املاها بالميه، هتلاقي الزغلول فرق معاك جدا، هتلاقي الزغلول بقى فيه صدر، صدر الزغلول، شوف الزغلول لسه ضعيف اهو، طبعا هو سنه صغير مفيش فيه اللي حصله، فاحنا عايزين فص الصدر ده يملى. هيملى ازاي؟ لما ياكل الفول هتلاقي صدر الزغلول بقى طبقات، هتحس ان الزغلول بقى في ايدك كله صدر كده، صدره يكبر ويبقى طبقات زي البط كده. فكده عرفنا ان انت ربع الحصله وتكمل ميه، افضل نتيجه هتلاقيها في الفول ده، الفول المصري. يا خساره لو موجود في السعوديه ولا في دول الخليج، مش موجود عندهم للاسف. اهم شيء بقى في الموضوع ان انت تملى الحصله بالميه. انا معايا السرنجه اهو بملاها بالميه، ليه بقى؟ لان الفول الناشف ده ما تبلش هيشرب الميه اللي في حصله الزغلول، مليت الحصله بالميه خالص اهو علشان الفول ده هيزيد، الفول ده هيزيد وهيملى الحصله. الفوله دي هتبقى 4 اضعاف حجمها زي اللي انت شايفه ده، هتبقى 4 اضعاف، فمحتاجه ميه كتير. مهمه جدا الحكايه دي ان انت هتملى الحصله بالميه، ربعها فول والتلات ارباع ميه، عشان ما يرجعش حد يقول انا عملت زي ما انت قلت والزغلول مات. ما بلش الفوله عشان حجمها ما يكبرش وتبقى سهله في التاكيل. شوف هي ارفع فوله، لكن انا لو بليت الفوله حجمها هيتضاعف، ممكن تبقى 3 اضعاف او 4 اضعاف حتى، فهتبقى صعبه في دخول في حلق الزغلول. طيب الفول ده هنعطيه للحمام للزغاليل الصغيره والزغاليل الكبيره؟ لا، للزغاليل الكبيره بس، هتعطيه للزغاليل الكبيره قبل اسبوع بالكتير، قبل اسبوع قبل الذبح خلاص. يبقى انت للزغاليل كمان اللي بتذبحها بس اللي هتسمنها، اللي تعمل معاها الحكايه دي اللي هتسمنها عشان الذبح. طيب انت كده، واحد هيقول لي انت كده حطيت زغطت فول كتير. شوف بقى، في واحد يقول لك انا بعطي 5 فولات، وفي واحد بيقول لك انا بعطي 10 فولات، وفي واحد بيقول لك اعطي 20 فوله. انا بعطي ربع الحصله زي ما قلت لك، ربع الحصله والتلات ارباع الباقي ميه. طيب يبقى كده اتفقنا ان مش هينفع تعطي الفول ده الا للزغاليل الكبيره اللي بتاكل، او على الاقل بتاكل اهاليها بتاكلها اكل خشن، هي دي اللي تنفع تاكلها فول لان ده الاكل الخشن. ما ينفعش تعطيه للزغاليل اللي هي بتاخد لسه اللبه، فسيبها لاهاليها لحد ما تيجي قبل الذبح باسبوع كده، ابقى اعمل لها موضوع الفول ده، او ممكن تحط تزود لهم الفول ده وترجعهم تاني للاهالي، تديهم كام فوله وترجعهم لاهاليهم تاني. بمناسبه الفول وموضوع الزغطات ده، احنا بنجهز لخلطه جديده هنعملها في البيت، طريقه جديده جدا لسه اول مره نشوفها، ما شفناهاش على اي قناه، ما شفناش حد عملها، وهتستخدم فيها الزغطه دي. استنى الفيديو القادم ان شاء الله بنحضر لها، وانا هصوره ان شاء الله
الله بكره، ويمكن نعرضه بعد بكره باذن الله. الموضوع اللي بعد كده اللي هو الجزء الثاني من الفيديو، الزغلول السري. شايف الزغلول ده؟ زغلول بياكل وبيشرب ومعتمد على نفسه تماما، لكن هو بالشكل ده. ده بسميه الزغلول السردة او زغلول فرزة. يفضل بالشكل ده، صحته كويسة، لكن هو بالشكل ده تلاقيه زغلول ضعيف، جسمه هزيل جدا، ما بيشيلش لحم ولا ينفع تربية، ولا ما تذبحه حتى مش هتلاقي فيه حاجة. ده الزغلول السردة انا بسميه كده، وفي ناس بتسميه الفرزة. طيب هديك فكرة برضو جت منين التسمية دي. مش احيانا لما تلاقي عربيات ماشية في الشارع بتبيع كتاكيت بسعر رخيص جدا، سعر رخيص جدا، سعر الكتكوت الابيض هتلاقيه ارخص من سعر البيضة، رغم ان الكتكوت بيوصل 10 و12 جنيه، هتلاقي الرا ماشي يقول لك بنص جنيه الكتكوت او بجنيه الكتكوت. ايه اللي يخليهم يبيعوا الكتكوت بالسعر ده؟ هقول لك ليه. شوف مزارع دايما اللي بتطلع الكتاكيت او الفقاسات اللي بتفقس الكتاكيت بيخدم بس الكتاكيت اللي بتفقس بعد 21 يوم، اللي هي مدة التحضين بتاعت بيض الدجاج. 21 يوم بيض الفراخ بيقعد 21 يوم، فهو بياخد بس اللي يفقس بعد 21 يوم، اللي يفقس بعد كده ما بياخدوش، بيرميه، بيتخلص منه بأي طريقة. فالعمال اللي هي بتشتغل في الفقاسات دي بتاخد البيض تكمله تحضين، أو بتاخد الكتاكيت اللي فقست متأخر تاخدها هي تبيعها بأي فلوس كده على العربيات. بتسمى الكتكوت الفرزة أو السردة لأنه ما بيكبرش، مهما تأكله ومهما تعمل له ومهما تجيب له علف مش عارف كام في المية هو ما بيكبرش، فهتضيع تعبك على الفاضي في كتكوت ملوش لازمه. نرجع لموضوعنا، هو الزغلول ده زيه، ليه انا حكيت لك حكايه الكتاكيت؟ لان هو الزغلول السرده بالظبط زي الكتكوت السرده، هو نفس الفكره هي هي. يبقى كده عرفنا ان هو اتسمى سرده علشان هو ما فقسش في ميعاده، اتاخر عن ميعاده. طبعا احنا عارفين بيض الحمام بيفقس بعد 18 يوم، فهو خرج بعد ميعاده اتاخر يوم او اتنين لاي سبب، اتاخر لسبب مثلا الحراره ما كانتش مظبوطه، الحمام بيقوم كتير من على البيض، حد بيقلقه، او الرطوبه ما كانتش مظبوطه. طبعا كل اللي عارف الفقاسات، نظام الفقاسات بتكون مظبوطه درجه حرارتها ودرجه الرطوبه، فبالظبط الحمام او اي حاجه راقده على بيض بتبقى نفس الحكايه. واحد هيقول لي طيب نعد للبيض ال 18 يوم من ايه؟ من اول بيضه ولا من تاني بيضه؟ الحمام اللي بيرقد على بيض، في حمامه بترقد على البيضه الاولى، وفي حمامه ما بترقدش وتسخن البيضه الا ما تبيض البيضه الثانيه، ودي الحمامه اللي احنا بنحبها، احنا مش عايزينها ترقد على البيضه الاولى. ليه بقى؟ لان البيضه لما بترقد على البيضه الاولى، البيضه الاولى بتفقس قبل البيضه الثانيه بيوم او باثنين، وبتسبب مشكله ان يطلع زغلول اكبر من زغلول، تمام؟ لكن الحمامه اللي بترقد بعد ما تبيض او ما بتسخنش البيض الا ما تبيض البيضه الثانيه، بتسخن البطين مع بعض، فبالتالي بيفقسهم البطين في يوم واحد، فكده بنعد من اول ما تبيض البيضه الثانيه بنعد لها 18 يوم. اما اللي هي رقدت، اللي هي رقدت على البيضه الاولى فهتفقس البيضه الاولى، فدي هتعد لها البيضه الاولى 18 يوم، وهتعد لها من البيضه الثانيه 18 يوم، يبقى 20 يوم، تمام؟ فاحنا علشان نتلاشى المشكله دي، طبعا ملوش علاقه بالزغلول السرده، الموضوع اللي قلنا بنتكلم عليه ده هينقلنا لموضوع تاني وهو البيض البلاستيك. طب هو ليه في حمام بيرقد من اول بيضه وفي حمام ما بيرقدش غير ما يبيض البيضه الثانيه؟ هو حمام طبعه كده، او حمام قليل الخبره اللي بيرقد على البيضه الاولى، الحمامه اللي هي عندها خبره وفاهمه ما بترقدش الا اما تبيض البيضه الثانيه، فالبيض بيسخن في وقت واحد. ده مش المشكله، احنا المشكله دي لها حل الحمد لله، واحنا لقينا الحل بتاعها علشان ما يطلعش عندك زغلول كبير وزغلول صغير. طيب هو احنا هنفضل نشوف اللي بترقد على البيضه الاولى والبيضه الثانيه؟ طبعا لا، مش هنعمل كده. هقول لك على حل تعمله مع كل حمامه تبيض عندك. فلنفرض هي الحمامه باضت البيضه الاولى دي في الطاجن اهو، دي البيضه الاولى، تمام؟ هروح شايل البيضه دي، خلاص هي باضت البيضه الاولى دي، هنقول مثلا النهارده السبت، هنروح اخدين البيضه، عندي علبه كده فيها حته قطمه، هروح حاططها فيها وعينها في مكان امن بعيد خالص، عينها بعيد في مكان مش في الثلاجه ولا حاجه، في مكان ما يكونش حر، في مكان برضو تحافظ عليها ما يكسرهاش. خلاص شلنا البيضه، ما نسيبهاش بقى كده، نروح حاطين لها البيضه البلاستيك. خلاص يبقى ده شكل البيضه البلاستيك، هحط البيضه البلاستيك وارجع البيضه للحمامه ترقد عليها علشان تبيض البيضه الثانيه، ما ينفعش اسيب الحمامه من غير بيضه. رجعت البيضه للحمامه اهوت، الحمامه هترقد عليها او ما ترقدش عليها ما يهمناش في حاجه، سواء رقدت من النوع اللي كان بيرقد او من النوع اللي ما بيرقدش الا ما يبيض الثانيه، المهم حطينا لها البيضه البلاستيك. هنيجي يوم الاثنين نلاقيها باضت البيضه الثانيه، تمام؟ يبقى الوقت معاها البيضه البلاستيك والبيضه اللي هي باضتها يوم الاثنين، زي ما قلنا البيضه الاولى اتباضت يوم السبت شلناها، هنحطها مع البيضه اللي اتباضت يوم الاثنين، يبقى هناخد البيضه البلاستيك خلاص ونرجع لها البيضه اللي هي اتباضت يوم السبت، يبقى البطين اصبحوا كانهم متباضين يوم الاثنين.
يبقى هيفقسهم بعد 18 يوم من اليوم اللي اتبضت فيه البيضه الثانيه، وبكده ما هيطلعش عندك زغلول كبير وزغلول صغير، هيفقسهم في نفس اليوم. دي البيضه الثانيه اللي هي كانت في القطمه، هنرجعها هو نحطها على الكمامه طبعا، ونحط البيضه اللي حل ايدك كده لفوق كده، تعض في ايدك لان هتنقر البيضه، ما ينفعش تسيبها كده، ما ينفعش اخش بالبيضه بالشكل ده، لازم احط ايدي كده كده، خلي بالي عشان ما تكسرهاش، حطها تحتها خلاص بقى، تحتها الاثنين كان البطين متبضين النهارده اللي هو يوم الاثنين. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده، استناني في الفيديو اللي جاي، مهم جدا طريقه جديده لتاكيل الزغاليل، بتسمنهم تخلي الزغلول صدره زي صدر البطه، هتشوف الفيديو ان شاء الله يعجبك جدا، اشترك في القناه وما تنساش تعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.